السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن عندي شيت وحاطط فيه أكتر من لوحة، فأنا محتاج أنظم بينهم بحيث يبقى الشكل كويس، تمام؟ يعني عندي مثلا حاجة بالشكل دوت أهو، عايز أتأكد إن هو معمول محاذاة مع التاني. ممكن يكون عندي أكتر من شكل، تمام؟ طب أتحكم في الموضوع ده إزاي؟ بلاقي هنا في الفيو حاجة اسمها جايد جريد. جايد جريد دي بيعمل لي إيه؟ بيعمل لي شبكة أقدر أحاذي الشغل بتاعي مع بعض. أقول له جايد جريد، بيعمل بالشكل دوت. ممكن اجي في اي لحظه واتاكد ان الخط ده ماشي مع الخط دوت. ممكن يكون في سيكشن مثلا موجود في لوحه 3D، هبدا احطها اتاكد انها متناسقه معاهم. خلينا نظبط ال 51 مثلا اهي. تبدا بقى تخليها مثلا دي هنا، خلي دي هنا مثلا. تبدا اتاكد ان هما الاثنين ماشيين على نفس الخط. هي بتفيد في تنظيم الشغل، وفي اي لحظه ممكن تعمل عليها سيلكت وتقول له ديليت او هاي، او تخش في الفي في تقول له جايد جريد، تخفي جايد جريد مؤقتا بالشكل ده.